نبدأ صلاتي على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. السؤال الأول، ما هو أكبر حيوان في العالم؟ الحوت الأزرق أو الفيل أو الأناكوندا؟ الجواب الحوت الأزرق. السؤال الثاني، ما هو أصغر حيوان في العالم؟ نانو الحرباء، نانو النملة، الحرباء؟ الجواب نانو الحرباء. السؤال الثالث، ما هو أذكى الحيوانات البرية؟ النعامة أو الببغاء أو الشمبانزي؟ الجواب الشمبانزي. السؤال الرابع، ما هو لون دم الأخطبوط؟ الأزرق أو الأحمر أو الأسود؟ الجواب الأزرق. السؤال الخامس، ما هو الحيوان الذي لا يسمع صوته؟ النحل أو الزرافة أو الثعبان؟ الجواب الزرافة. السؤال السادس، ما هو الحيوان الذي يعيش 100 عام؟ الفيل أو الزرافة أو التمساح؟ الجواب التمساح. السؤال السابع، الشبل هو صغير أي حيوان؟ الأسد أو النمر أو الفهد؟ الجواب الأسد. السؤال الثامن، ما هو الحيوان الذي لا يتنفس وفمه مفتوح؟ النحل أو الأرنب أو الضفدع؟ الجواب الضفدع. السؤال التاسع، ما هو اسم صوت الحصان؟ صهيل أو نقيق أو خوار؟ الجواب صهيل. السؤال العاشر، ما هي مدة حمل القطط؟ من أسابيع أو 7 أسابيع أو 9 أسابيع؟ الجواب 9 أسابيع. سؤال 11، ما هو أطول طائر في العالم؟ النسر الأمريكي أو النسر أو النعامة؟ الجواب النعامة. السؤال 12، ما هي أطول أفعى في العالم؟ أفعى فلسطين أو الأناكوندا أو الكوبرا؟ الجواب الأناكوندا. السؤال 13، ما هو الحيوان الذي ينام وإحدى عينيه مفتوحة؟ الفيل أو الكوبرا أو الدلفين؟
الجواب الدلفين. السؤال الرابع عشر، ما هو الحيوان الذي يمتلك حاسة الشم في لسانه؟ الأفعى أو التمساح أو الوزغ؟ الجواب الأفعى. السؤال الخامس عشر، ما هو الحيوان الذي من أسمائه الغضنفر، الفهد أو النمر أو الأسد؟ الجواب الأسد. السؤال السادس عشر، أين يعيش البطريق؟ القطب الجنوبي أو القطب الشمالي أو أستراليا؟ الجواب القطب الجنوبي. السؤال السابع عشر، ما هو الحيوان الذي لا يستطيع السباحة؟ القط أو الكوبرا أو الخنزير؟ الجواب الخنزير. السؤال الثامن عشر، ما هو أصغر كلب في العالم؟ البودل أو الشيواوا أو البيتبول؟ الجواب الشيواوا. السؤال التاسع عشر، ما هو الحيوان الذي يعتبر أول عدو للأسد؟ الضبع أو النمر أو الكوبرا؟ الجواب الضبع. السؤال العشرون، كم عدد أزرع الأخطبوط؟ 9 أزرع أو 10 أزرع أو 8 أزرع؟ الجواب 8 أزرع.